في قضية رزنامة الامتحانات الرسمية، وأسعد بأن يكون معي سامي القصوري عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وزهرة فاسي مفتشة تربوية. أهلا وسهلا بكما. أهلا بكم جمعة سيدي. مباركة. أبدأ معك سي سامي القصوري. رزنامة امتحانات الرسمية، بكالوريا، شهادة تعليم الابتدائي وشهادة تعليم متوسط، هل تؤخذ أو هل توضع بالتشاور مع أولياء التلاميذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرزنامة يجب أن تكون بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، وهذا إقرار من الوزارة بذاتها. لما تقول أن الشركاء الاجتماعيين هم الأساتذة وممثليهم والأولياء وممثليهم، فنتساءل لماذا لم تشاورهم في هذا الأمر؟ وإذا شاورتهم ما وقع جدال الآن، وما نحن نتكلم الآن على هذا الموضوع. هذا الشق الأول الذي نعيب عليه الوزارة التي لم تستغل يعني هذه النقطة. ثانيا، نقول أن شهر رمضان بذاته، على الإخوة الكرام أن يستمعوا، شهر رمضان بذاته ليس عائقا للبكالوريا، وإنما هو جهد إضافي سنقدمه أو يقدمه التلميذ. ثم إن كان لنا الخيار أن نغير اليوم، وهذا ما ستسعى إليه المنظمة بإذن الله، فسيكون ذلك، وهذا بالمشاورة أيضا مع الأساتذة. وإن لم يكن هناك خيار يعني تقني أو إجراءات أخرى تمنع ذلك، فنقول للتلاميذ عليكم المضي قدما والاجتهاد في هذه الأيام. والشيء الذي نسعى له وهو الأهم هو أننا سوف نسعى لعدم تكرار الإضرابات السابقة كي لا تنقطع جميل. جميل. الدروس. أستاذة زهرة فاسي، وزارة تضع رزنامة الامتحان دون الرجوع إلى التلاميذ، والنقابات يلومون، يعني حتى بعض الأساتذة لم يشاوروهم، يعني تصرف فردي يعني من عند وزارة، ثم نجد بعض الانتقادات، ثم بعد قبل البكالوريا ربما بشهرين أو شهر تنوض الجيرة كما يقولوا الحرب، احنا ما نش موافقين على التاريخ هذا. لماذا لا يكون هناك تشاور حول حتى التواريخ؟ نعم، أولا السلام عليكم سلام. ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة لكل مشاهدنا الآن، وأحيي كل أسرة تربوية أينما كانت. أولا، تواريخ الامتحانات هي من صلاحية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية الوطنية. هذه العملية هي جد حساسة ودقيقة، فوزارة التربية الوطنية تهتم بكل ما يتعلق بالتلميذ تربويا، يعني المنهاج، السير في المنهاج واختتام المنهاج وتحضير التلاميذ للامتحانات. الآن صادف شهر جوان، شهر رمضان المعظم. الآن لابد، الآن الوزارة دار التواريخ. الآن إذا كنا نريد أن نستشير جمعيات أولياء التلاميذ، أنا أقول بصراحة، لأن جمعيات أولياء التلاميذ هذه أخفقت في عدة أدوار. لما يكون مشكل مثل مثلا الحجم الساعي تاع الدروس، مثلا امتحان البكالوريا والامتحانات شهر رمضان، نرى هذه الجمعيات. ولكن اين كانت الجمعيات عندما كانت وزاره التربيه الوطنيه تريد اقحام الشركاء الاجتماعيين في قضيه العنف؟ كانت غايبه الجمعيات، كانت غايبه في قضيه العنف في وسط المدرسي، في قضيه الحارس مؤخرا اللي يقتل وليد تلميذ اللي اغتال الحارس في ثانويه تباني بالاربعاء. كل المشاكل التي أحيطت بالمدرسة غابت جمعية أولياء التلاميذ. الآن جمعية أولياء التلاميذ تقول بأن عدة تصريحات سمعتها من هناك وهناك. الحل ما هو؟ أن نذهب إلى الامتحانات بعقلانية، لأن القضية تتعلق بتعلمات التلاميذ، تتعلق بمجهود فكري، تتعلق بالتذكر، تتعلق بكل جميل. شيء. هنا لابد من مراعاة. طيب، هل شهر رمضان هذا يتحمل التلاميذ، علما سنأتي إلى شهر رمضان، لأن منظار التلميذ الحالي يا ياسر، لأن طالب البكالوريا الآن في مرحلة مراهقة، وطالب البيئة في مرحلة مراهقة، المنظار ليس سنأتي واحد. سنأتي إلى شهر رمضان أستاذة زهرة. أنا أعطيك سؤال على الرزنامة. نعم. أستاذ مسعود بوديبة المكلف أو الناطق الرسمي باسم نقابة كنابيس، صباح الخير، جمعة مباركة. صباح الخير. بداية باختصار شديد، لا تتجاوز 50 ثانية أو دقيقة في إجابتك. رزنامة الامتحانات بصفة عامة، هل تمت بالتشاور مع كل الشركاء والفاعلين في القطاع التربوي؟ بالنسبة لرزنامة الامتحانات، طبعا هي من صلاحيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وإذا كانت تريد أن هذه التواريخ تكون مدروسة، يعني من الأفضل أنها تشاور، لكن عندما لا نستشار فمن حقنا أن ننتقد. يعني
نعم. الأمر الأول الذي لفت انتباهنا نحن كنقابة كرابيس هو إعلان عن الرزنامة في موقع الفيسبوك قبل إعلان الإدارة عبر القنوات الرسمية. هي ربما سياسة اتصالية جديدة، يعني ما فيهاش مشكل ربما. تحديد تواريخ الامتحانات الرسمية ليس بالحدث الإعلامي الذي يحتاج السبق من طرف وزارة التربية الوطنية. تحديد التواريخ يهم الإدارة بالدرجة الأولى، وهو معلم أو مرجع تحدد عليه خريطة الطريق لكل العمليات المرتبطة بالامتحانات الرسمية. نعم. إذا كان من المفروض ومن الأولى وحفاظا على أبجديات الإدارة أنه يرسل منشور الرزنامة إلى مديريات التربية ومن خلاله مديري المؤسسات ومن خلاله الإعلام، والعملية هنا تكون طبيعية ومنطقية. أما أننا نعمل على الإعلان عن الرزنامة في الفيسبوك كموقع غير رسمي فهذا استهتار بريئة. طيب أعطيني باختصار شديد. الملاحظة الأولى على الرزنامة، أولا تأخر الإعلان إلى أسبوع أو نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، هذا الإشكال الأول. طيب الإشكال واحد اثنين. الثاني هو عندما نحدد تاريخ أول جوان اللي هو عيد الطفولة لشهادة التعليم الابتدائي، كان من الأصدر تفاديه لدينا تواريخ أخرى من الأفضل كنا نتفادى هذا اليوم. ثانيا، ما هي الفائدة من تأخير شهادة البكالوريا من 7 إلى 12 جوان؟ لماذا لا نحافظ على تواريخ السنة الماضية؟ ما هو الهدف من هذا التغيير؟ ونحن نعلم بأن تاريخ 12 جوان سيكون عليه كلام، وهناك أطراف سوف تستغل الوضع وتتحرك من لأجل أمور ممكن تمت طيب. حتى وحدة جميل. البكالوريا جميل. ولذلك نحن نرى بأن هذا الأمر كان من المفروض أنه سي بوديبة خليك معنا سي بوديبة، نروح نشوف رأي آخر ثم أعود لك سي القصوري. رأي الأستاذ مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأسس التعليم الثانوي. أستاذ مزيان صباح الخير. نعم، ربما انقطع الاتصال مع أستاذ مزيان، سنعود إليه. سي سمير، نعم. سمعت كلام الأستاذة زهرة، قلت لك أنتم نقابات أو جمعية ولي التلاميذ غائبين في الأمور المحورية الجوهرية وتتكلمون عن الرزنامة، ما ردك على هذا الكلام أو هذا الاتهام بين قوسين؟ نعم، أو أود أن أرده يعني سريعا لأن ليس موضوعنا. نعم. يعني أنا يعني أحترم رأي الأستاذة الفاضلة وأدعوها لأن تتبع الحلقات في كل القنوات التي تسعى المنظمة الوطنية في هذا المجال، ونحن تكلمنا في كل المواضيع. لا، العمل ليس في القنوات. لا، لا اسمح لي، لا كملش. هو مجرد كلام، أرجو أن لا أقاطع يعني. لا، أستاذة زهرة خلنا نعطيه وقت باش نعطيك وقتك. طيب معليش، روحوا لسؤالنا. رزنامة البكالوريا في رمضان. نعم، البكالوريا في رمضان نتكلموا، ما نتكلموش على الشمال خليها على جهة. نعم. لا الولايات الساحلية ولا ولايات الهضاب العليا ولا السهول. أكيد. أتكلم على الجنوب. جنوب. نعم. من بسكرة من بوسعادة وروحوا لتحت. نعم. مشاكل كبيرة في الصيف، حرارة شديدة، مؤسسة ما فيهاش تجهيزات لا مكيفات ولا مراوح. أكيد. والتلاميذ والعطش. مجتازين امتحان. أكيد. رسمي يجلسوا في رمضان وفي السخانة يا سي سمير. أكيد، وهذا ما قلناه في الأول، يعني مادام احنا ما جيناش هنا إلا نطرحوا المشكلة وإنما نقدم حلول. إذا نعم. وجدت الحلول وعندنا الخيار فعلينا أن نتجه للخيار. أعطنا الحلول. مراعاة لهذه المآسي نحن نقول أنه يمكن، والمنظمة تطالبها أن نقدم الاختبارات أسبوع من قبل، بما أن الاختبار لا يجب أن ينقطع، يعني ما يقدرش يدخل في وسطه الجمعة والسبت. فشاهدنا أن التاريخ الأمثل هو ما بين 29 ماي إلى 2 جوان حتى لا ينقطع، لأن لو أخرناها بأسبوع في 1 جوان مثلا قد تجيك يوم 3 و4 يوم نهاية الأسبوع. نعم. وبالتالي فالتاريخ الأمثل هو من 29 ماي إلى 2 جوان. إذا لم نتفق والوزارة بررت أنه يستحيل ذلك فعلينا مراعاة الظروف، وأنا يعني أستحيل أن لا توجد حلول، يعني هذا التاريخ يكون كيف. طيب. حلول. نسمع كلام أستاذ مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية أسد التعليم الثانوي. صباح الخير، جمعة مباركة أستاذ مريان. ألو. صباح الخير أستاذ مزيان، جمعة مباركة. صباح النور. بداية، ما رأيك في الرزنامة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية حول امتحانات نهاية السنة، امتحانات الرسمية، وما تعليقك أو هل تعتقد بأنه من العدل أن ننظم امتحان البكالوريا في شهر رمضان لسكان الجنوب الذين يعيشون في يعني يجتازون في مؤسسات دون تجهيزات وفي ظل حرارة شديدة؟
شكرا. والله العظيم يعني لماذا هذه المناقشة؟ لأن الامتحان شهادة البكالوريا يكون في رمضان، وهذا ليس مرة الأولى اللي كان البكالوريا في شهر رمضان. كما تعلمون يعني دورية لشهر رمضان يعود إلى نفس التاريخ بعد 36 سنة. إذا لم يطيح في السنة هذا سيكون العام الجاي في ثمانينات أو 81 82. البكالوريا امتحان بكالوريا كان في شهر رمضان وفات بطريقة عادية لا مشاكل. أنت تساوي بين جيل الثمانينات والجيل الحالي في شهر رمضان. إذا لماذا المناقشة؟ سيمزيان أنت تساوي بين جيل الثمانينات والجيل الحالي، وأنت مقر ولا شك في ذلك بأنه لا مساواة بين الأجيال. أعتقد أن الاتصال أيضا انقطع، سمعت كلام، تفضلي أستاذة زهرة. شكرا. أولا العام أجيب زملائي في النقابة أن العام عامل المناخ يلعب دور كبير. أننا نجتاز امتحان البكالوريا في شهر مثلا في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع يختلف تماما عن الصيف. هذه واحدة. أستاذ مزيان قال لك في الثمانينات كانوا يجتازوا في الصيف. لا ليس نفس المعطى. الثمانينات احنا عندنا كانوا طلبة، لابد أن نصارح أن أنفسنا الآن. نعم. أنا بدأت أقولها بوضوح، احنا قلنا ناس بنينا الوطن بالمصالحة الوطنية، الآن لابد أن نبنيه بالمصارحة الوطنية. نعم. لابد أن نصارح أنفسنا. التلميذ العام الماضي تلميذ دق الجرس وانا كنت في اللجنه الولائيه للامتحانات، دق الجرس وهو واقف لي بالسيجاره في الرواق، قلت له تفضل هاو دق الجرس ابدا الامتحان تاعك. قال لي فو فولي كو جو ستريسي اون كلاس. هنا هذا معيار ومؤشر ان التلاميذ تاعنا بزاف اللي راهم يدخنوا، وبزاف تلاميذ راهم يستهلكوا اشياء اخرى ما نقولوهاش. نحن نتكلم فقط عن الجو. نعم الجو. الحرارة الشديدة. لكن الحرارة الشديدة هذه أولا نقول وزارة التربية الوطنية الآن راهي في نقاش عن هذه التواريخ تاع رمضان، راهي الآن راه في نقاش. هناك إعلان، ليس هناك نقاش، ولكن إعلان النقابات من لا اسمح لي. نعم. أن النقابات الآن لما تتكلم عن امتحان البكالوريا أو أولياء التلاميذ يتكلموا عن البكالوريا، ما ننسوش بأن وزارة بكاملها والديوان بكامل عندهم أولادهم راح يجوزوا البكالوريا، عند أولادهم يجوزوا البيان والسيزيام. هذه لازم نفهموا بأن الوزارة رحيمة بأبنائها، ما نش نبعثوا أجانب يجوزوا البكالوريا ونعدبوا. طيب جميل. نسمع الأستاذ، سأعود إليك أستاذ مسعود. نعم. بوديبة، عودة إليك. السي مزيان مريان قال ليست أول مرة البكالوريا في رمضان، قالك في الثمانينات اجتزنا البكالوريا في رمضان. الأستاذة زهرة فاسي قالت بأنه الوزارة رحيمة بأبنائها وتعلم بأنه هناك ربما ظروف سيئة ولكن ستحاول الأمور في مشاورات. أنتم كيف ترون هذه القضية، قضية البكالوريا في رمضان، وخاصة سؤالي موجه حول أبنائنا وتلاميذنا في الجنوب؟ نحن نرى بأن يعني الأمر فيه ضرورة، بحيث أن جوان هو شهر رمضان وسوف تكون هناك حتمية بأن امتحان من الامتحانات سوف يكون في رمضان. إذن هذا الأمر أنا نظن من الصعب أننا نتجنبه، لكن أحيانا يعني كان من الأجدر على وزارة التربية الوطنية أنها على الأقل تبقي على تواريخ السنة الماضية، لأن امتحان شهادة البكالوريا هو أطول الامتحانات، وكان من الأجدر أنه يبقى في 7 جوان مثل السنة الماضية. تغييره إلى 12 جوان للأقسام النهائية أنا أرى بأنه غير يعني قرار غير استراتيجي وغير مدروس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن سجلنا حتى تسجيلات امتحان شهادة البكالوريا التي تعودنا عليها تبدأ من أول أكتوبر تغيرت إلى 18 أكتوبر. ما هي الغاية من تغييرات من التواريخ التي نغيرها؟ وممكن سوف تنجر عنها ضغوطات أخرى ومشاكل أخرى نحن في غنى عنها. إذا نظن بأن على وزارة التربية الوطنية أن أحيانا يجب أن التميز ليس بتغيير التواريخ، التميز في بتوفير أجواء مريحة، بتوفير الإمكانيات التي تجرى فيها الامتحان. المؤسسات يجب أن تكون نحضر من الآن. جميل. فإن المؤسسات تكون مكيفة إلى آخره. أما أننا نعمل هكذا في تغييرات المثيرة
للجدل نظن هذه هي التي تخلق لنا مشاكل. سيد مسعود بوديبة الناطق الرسمي لنقابة كنافاس، شكرا جزيلا لك، بقية يوم سعيد. سي سمير سمعت كلامه. نعم. في حالة لم يتم تغيير التواريخ، ما هي الخطوة التي تقوم بها المنظمة الوطنية أولياء التلاميذ؟ لكل مقام مقال. أولا لا أعطيني توقعاتك. نعم. أعطيني توقعاتك. نعم. نحن عندنا اجتماع يوم 15. نعم. وسوف نؤكد مع على الوزارة مع الوزارة، وسوف نؤكد على تغيير هذا التاريخ بما يراعي مستجدات أو بما يراعي يعني حيثيات سلامة هذه الاختبارات. ثم أقول إذا تكلمنا عن الثمانينات فهناك 3 سنوات جوزهم الاختبار البكالوريا في رمضان، ألا وهي 84 85 86. نعم. فقط. ثم نقول أن الجيل هذاك ما كانش جيل تاع الكليماتيزر مكيفات وجيل تاع الراحة، كانت أقلم جيل فيسبوك وتويتر، كانت أقلم. لكن هاد السنة هذا الجيل هذا راه تأقلم مع 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 المكيفات. وأقول كذلك الأستاذ بوديب يعني تصويب فقط أن التاريخ 7 جوان هو يحتمل أن يكون أول أيام رمضان، ولهذا نحن المنظمة اقترحنا أسبوع قبل ذلك ألا وهو ما بين 29 ماي إلى 2 جوان مراعاة. شكرا. وإعطاء حلول يعني حيث شكرا لك أستاذة زهرة. سؤال أخير ونختم هذا الملف. نعم. حتى الأساتذة أساتذة المصححين هل يستطيعون أن يقوموا بدورهم في الحراسة في التصحيح بعد ذلك في شهر رمضان؟ ربما لأنه خاصة نتكلم عن الجنوب بغض النظر عن التلاميذ، هل يستطيعون أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه؟ المنطق يقول بأنها عملية صعبة، تصحيح البكالوريا والامتحانات الرسمية أثناء شهر رمضان هي عملية صعبة جدا تتطلب مجهود إضافي، وهذا المجهود الإضافي لابد أن تتأقلم معه كل الظروف حتى هذا المجهود الإضافي يصب في شيء عقلاني. أنا أقول باللي لابد أن نمتنع أن نتوقف على كونستا على المعاينات، كل يدير لي كونستا، لابد الآن أن نتحول إلى كلنا نجد الحلول الناجعة، الآن أن نقترب من المتخصصين من وزارة التربية الوطنية من 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 الديوان ونقدم الحلول تتناسب مع منطق شهر رمضان. الآن إذا وجدت الحلول للتلميذ يجوز شهر يجوز البكالوريا مثلا في العاصمة، ما هو الحل لتلميذ يجوز البكالوريا في عين صالح؟ أمور تختلف، ظروف مناخية تختلف، معطيات تختلف. حتى الآن الطالب تاع البكالوريا راه يتناول القهوة، راه يتناول سجائر كما قلت لك. التلميذ تحت 80 اللي كان يصوم كان ما عندوش هذا المزالق هذا، الآن التلميذ راه عنده كل شيء. الآن لابد أن نراعي كل هذه الأمور باش نقروا شهادة البكالوريا، وياريت ياريت ياريت فقط أن نراعي إتمام المنهاج. إذا رعينا إتمام المنهاج في المراحل الثلاثة ما يعاد مثلا سيزيام قبل رمضان والبيام الباك بعد رمضان. أستاذ زهرة فاسي مفتشة التربوية، شكرا. نعم. جزيلا لك. الأستاذ سامي القصوري عضو المنظمة الوطنية أولياء التلاميذ، مشكورين جدا. جمعتكما مباركة. جمعة مباركة. شكرا. مشاهدينا، طالما بحث الجزائريون عن أجمل الأسماء لأبنائهم لكن معظمها ظلت حاصلة